السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، لقاؤنا بكم يتجدد عبر برنامج جرايد، ونبدأ بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الرايع، الكواري، وجود عدد من المنافسين وراء الانسحاب وسأظل داعما للكرة القطرية، المريخي، اللائحة مبهمة، وأزمة بروني مفيدة لكل الأطراف. سعد الكعبي كتب في الشرق: اللائحة المعدلة تحتاج تعديلا. في العرب: عدنان العلي، ثقتنا كبيرة في لاعبي الإخوية بتقديم مباراة كبيرة. عربيا في الوطن السعودية: بيريرا، أخشى أول 20 دقيقة. محمد جميل عبد القادر كتب في الغد الأردنية: النشامة في الملحق. في الصحافة التونسية: كرول، يقود تونس أمام الكاميرون فقط. حسن المستكاوي كتب في الشروق المصرية: نجوم سوداء في عز الظهر. حسين الذكر كتب في الأيام البحرينية: تمثيلنا في المونديال المهمة العربية الأصعب. عالميا في آس الإسبانية: رونالدو، في دور الأبطال لا توجد انطلاقة أروع من ذلك. في الديلي ميل البريطانية: الجولدن بوي يقتحم نادي أساطير الشياطين الحم. في ليكيب الفرنسية: بلان، لم نتراجع خوفا، كنت واثقا من عودتنا في الشوط الثاني. في كورييري ديلو سبورت الإيطالية: بينيتيز، مواجهة دورتموند، الاختبار الحقيقي الأول لنابولي. في فقرة غريب عجيب: أفضل لاعب في العالم لا يحصل على أعلى راتب سنوي. ونصف الساعة تفصلنا عن أولى لقاءات إياب دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا. الأهلي جدة يحل ضيفا على FC سيول في كوريا في مهمة ليست سهلة على الإطلاق بعد انتهاء لقاء جدة بالتعادل. الساعة 6:15 مساء الأخوية القطري بدوره سيكون على موعد مع مهمة قاسية أمام جوانزو الصيني الفائز ذهابا بهدفين نظيفين. أما الشباب السعودي فتبدو حظوظه هو الأفضل عربيا، حيث سيواجه كاشيوا الياباني على أرضه الساعة 8:30 بتوقيت الرياض، علما أن الليث غنم ذهابا تعادلا ثمينا. وأسيويا أيضا، بويريرا تايلاندي يواجه الاستقلال الإيراني الفائز ذهابا على أرضه بهدف نظيف. أوروبيا، انطلاق دور المجموعات في دوري الأبطال برسالة شديدة اللهجة من ريال مدريد بنصف دستة في شباك غلطة سراي، أين؟ هناك في إسطنبول. كما تابعتم أخبار متنوعة محليا عربيا وعالميا، وأنتم مشاهدين لكم حصتكم معنا، وما عليكم سوى نقر لايك على صفحتنا في الفيسبوك. إلى انتخابات اتحاد الكرة، فهد الكواري أعلن انسحابه من الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل لتقتصر المنافسة على العضوية على 5 مرشحين. المنافسة على العضوية على 5 مرشحين عفوا. جريدة الوطن كشفت أن هاني طالب بلان في الطريق للانسحاب من الانتخابات ليستقر عدد المرشحين لـ4 ويصبح الفوز حينها بالتزكية. فضلت الابتعاد وسحب ترشيحي في ظل تواجد عدد من المنافسين أصحاب الخبرة الكبيرة والذين سيكونون خير دعم وعنوان لكرة القدم القطرية. سعيد بما قدمته خلال فترة تواجدي مع المنتخبات خلال العقد الماضي، وكنت أسعى لتقديم الأفضل، لكنني ارتأيت الابتعاد في الفترة الحالية. سأواصل دعمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة الذي سيعمل على إضافة المزيد للكرة القطرية من أجل الوصول إلى العالمية والتطور بالطريقة المثلى في شتى المجالات الخاصة بكرة القدم. الأمانة العامة لاتحاد الكرة قررت إحالة طلب نادي الخور باستبدال مهاجمه البرازيلي برونو سواريز إلى الشؤون القانونية بالاتحاد للرد على طلب النادي بالموافقة أو الرفض. ثمة احتمالات كبيرة بالموافقة على طلب النادي في ظل استمرار فترة التسجيل. محمد مجلد المريخي أكد أن قرار اتحاد الكرة لن يضر بالاتحاد، ولكن سيكون في صالح الجميع ويخدم الأندية.
إحالة طلبنا للشؤون القانونية.